أول ما بلشت شغل خطر لي كل شيء، موت تحت شي قذيفة أو تجيني شي رصاصة وأنا حامل الكاميرا وموت أنا مع نقى، بس ما خطر لي أبداً أعلق هاي العلقة بين إيديه تخلص القصة هيك. شو أسوأ شي ممكن يصير معنا؟ إنهم يقتلونا؟ نحن من الأول منعرف هاد الشي. لما كانوا أخذيني على التحقيق لعند الشيخ كنت رح موت من الرعبة، بس شوي شوي الخوف راح. ما بعرف شو اللي صار بس راح، حسيت حالي قوية كتير. ليس مجرد مشهد تمثيلي احترافي، إنها صورة موثقة لدور الإعلام الوطني في نقل الواقع. عمل المخرج باسل الخطيب في فيلمه لآخر العمر على منحها نبضات من الحياة. عبر توثيق تجارب صحفيين كانوا جنبا إلى جنب مع الجنود، فاستطاعوا أن يدافعوا عن قضية وطن بكلمة حق وصورة الواقع. بعدين بيضل الانتظار أن الواحد ما يخسر الشيء اللي عاش كرماله. فعلى الشاشة الفضية وثقت قصة من قصص كثيرة خبرت فيها كوادر الإعلام الوطني الموت، كما أبطالنا في ساحات الشرف والبطولة لتهز باستمرارها وإصرارها على نقل الحقيقة عروش من يعتقدون أنهم أباطرة الإعلام، فكانت سمومها تبث لأدواتها في الداخل، وكان المشهد الذي حفر في الذاكرة في 27 من حزيران عام 2012 استهداف إرهابي لمقر قناة الإخبارية السورية في دروشا بريف دمشق. هذا المشهد لم يثني الكوادر الوطنية عن متابعة رسالتها، فما هي إلا ساعات قليلة وأعلنت قناة الإخبارية السورية استمرارها بأن تكون عيناً على الواقع. صحيحاً مشاهدينا أن البث توقف لدقائق، بث الإخبارية السورية من دمشق، لكن الروح التي تسري فينا لم تتوقف أبداً. لم يكن الإعلام الوطني يوماً مهنة، هو شغف وإيمان بقضية والدفاع عنها لآخر كلمة حق يمكن أن توثق وتقال، وهو ما حاولت الشاشة الفضية محاكاته وتوثيقه في ذاكرة ووجدان متابعيها.